السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، مرحبا بحضراتكم جميعا. سبب تسجيل الصوتي ده الحقيقة جات لي استشارة من واحدة قالت لي انها بقالها سنة بتاخد مضادات للاكتئاب بسبب انها راحت من سنة لطبيب باطني، كان بتشتكي من اعراض القولون العصبي، وطبعا هي حاسه بنفسها انها حزينه بس مش عارفه هي حزينه ولا مكتئبه، مش عارفه ايه اللي عندها بالظبط. فالطبيب بعد الكشف عليها وكتب لها علاج للقولون العصبي، وقالت له فعلا ان القولون ده بسبب ان هي شعره بحزن كده. فهو كطبيب مضادات الاكتئاب بتبقى معروفه للاطباء كلهم يعني بجميع تخصصاتهم، كتب لها مضاد للاكتئاب وقال لها ان شاء الله في خلال 3 شهور هتكوني اتحسنتي على مضاد الاكتئاب ده، بس ما تبطليهوش الا لما تجيني تاني يعني. فالحقيقه بقى لها سنه بتاخده، والتحسن طفيف جدا، وبالاضافه طبعا زي ما احنا عارفين اي دواء خصوصا مضادات الاكتئاب بيبقى ليها اعراض جانبيه كتير وهي بتعاني منها. طبعا انا لما اتكلمت معاها فهمت ان اول الاعراض اللي كانت عندها دي ما كانتش اعراض اكتئاب، دي كانت مجرد شوية حزن بسيط وكان ممكن ان هو يعدي لو الدكتور ده حاول ان هو حتى يتكلم معاها لمدة حتى 15 دقيقة عنده في العيادة بدل ما يكتب الدواء، يعني مش عايز يحولها لدكتور معالج نفسي. طب هو كان ممكن يتكلم معاها بدل ما يكتب لها ايه الدواء. فاحنا دلوقتي بنتكلم مع حضراتكم عشان انتوا تكونوا عارفين ايه الفرق بين الحزن والاكتئاب، وامتى الانسان يحتاج دواء فعلا، وامتى مجرد الكلام مع متخصص ممكن ان هو يساعدك بدون ما تلجأ لأي دواء. يعني لما تحس ان في شوية ضغوط نفسية، ضغوط حياتية عندك، في شوية حزن او مشاعر احباط، دي طبيعة للبشر كلها، ممكن انها ما توصلش معاك لمرحلة الاكتئاب. الاكتئاب بيعطل الحياة تماما، هو ليه درجات طبعا من 1 لـ5. في الاكتئاب في مراحله الاولى مش هيعطل حياتك تماما وممكن ما يحتاجش ادوية. امتى احنا بنحتاج دواء؟ عند المراحل النهائية لما الانسان يفكر لا قدر الله ان هو يؤذي نفسه او يؤذي الاخرين. يبقى اذا احنا عندنا خلط في مشاعرنا، مش قادرين نفرق ما بين المشاعر الطبيعية والمشاعر المرضية. مشاعر حزن بتمر، مشاعر الاكتئاب ممكن تمر لكن بإرادة من المريض نمرة 1. الطبيب لو شعر ان حضرتك مفيش عندك إرادة هيكتب الدواء، يبقى حضرتك اللي ترفض كتابة الدواء. وفي أمور تانية احنا ممكن نتكلم فيها ان شاء الله ما تحتاجش أدوية أبدا بإذن الله. طيب هل الحزن له أضرار؟ مجرد شوية الحزن البسيط اللي احنا بنتكلم عليهم دول هل لهم أضرار؟ آه لهم أضرار وهنتكلم عليهم دلوقتي. طب امتى احنا بنفرق بين الحزن الأول والاكتئاب؟ الاكتئاب لو عدى على حضرتك في مشاعر الحزن اكتر من شهر كده انت بدأت تدخل في مرحلة اكتئاب، دي نمرة 1. نمرة 2 لو 24 ساعة انت حزين، هنا بدأت تدخل في مرحلة الاكتئاب، لان الحزن الطبيعي انت مش 24 ساعة حزين، في اوقات بتشعر فيها انك انت طبيعي مش فرحان طبعا ولا بتغني ولا، بس على الاقل ما مش حزين، مش حياتك معطلة 24 ساعة. الاكتئاب بيخلي المزاج سيء باستمرار، في اضطرابات في الحالة المزاجية، مفيش تفاعل نهائي مع المحيطين حواليك، وده برضو الحزن ما بيوصلش للمرحلة دي. شغفك وهواياتك اللي كنت بتحبها وكنت بتعشقها مش قادر ان انت تعملها. في ناس بتبقى ممارسين رياضة بانتظام بيسيب الرياضة خالص نهائي، بيحب السفر مش قادر ان هو يسافر، حتى التلفزيون مش قادر ان هو يتفرج على التلفزيون،
تغيرات في الوزن وتغيرات في الشهية طبعا، اضطرابات طبعا اكل، اكيد ما بيبقاش فيه شهية للطعام، ده بيؤدي طبعا لضعف عام. وطبعا الضعف العام ده بيظهر زي ما قلنا بعد فترة مش اقل من شهر يبتدي يظهر الضعف ده، فهنا احنا بنقول ان ده اكتئاب مش حزن. في اضطرابات في النوم، يا اما النوم متقطع، يا اما في ارق ما بدخلش في النوم بسهوله، يا اما بنام واحلم بكوابيس شديده، بصحى من النوم مرهق جدا كاني ما نمتش نهائي. فده طبعا بيؤدي برضو للحاله المزاجيه المضطربه اللي احنا قلنا عليها. في اضطرابات في الحركه، يعني بطء شديد. لما احنا نتكلم على اضطرابات في النوم واضطرابات في الطعام، 100% يعني هيبقى فيه طبعا ايه بطء شديد في الحركة، وفي ردود افعال بتبقى بطيئة جدا، واستجابة للمحيطين يا اما منعدمة يا اما بطيئة طبعا. في شعور بالتعب والارهاق المستمر، يعني احنا بنشوف طبعا الشخص ده بيدخل في حالة اعياء لدرجة ان هو بيبقى مش عارف هل حالة الاعياء دي نتيجة ان هو عنده مرض جسدي، ما بيبقاش متخيل ابدا انه نتيجة الاكتئاب. يعني في فقدان تركيز، لو اذا كنا بنذاكر بيبقى في فقدان التركيز، او في الشغل بيبقى ما فيش تركيز نهائي، يعني الذهن بيبقى غير حاضر، ومفيش طبعا تحصيل بسهولة، يعني وفي نسيان. في شعور بيبقى مستمر للأسف، وده خطير جدا، بتأنيب الضمير وفقدان القيمة بالذات. يعني الإنسان بيشعر دايما إن هو ضميره بيأنبه، وبيبتدي يستدعي الأفكار اللي بتعزز تأنيبه لضميره ده، وهيلاقي افكار كتير هتعزز ان هو طبعا ايه مخطئ في مواقف، مخطئ ناحية اشخاص، مقصر ناحية اشخاص، مقصر ناحية ذاته، بيبتدي يحس ان هو قليل امام نفسه. ممكن يلجأ بقى للحالة دي عشان يهرب منها حاجة اسمها انسحاب نفسي من المجتمع، بيهرب منه بالنوم مثلا، بيهرب، ممكن يدمن اشياء معينه زي مثلا الانترنت 24 ساعه، دي بتبقى حالات هروب وبتبقى منها حالات اكتئاب. حاله تأنيب الضمير دي بتزداد جدا بعد حالات الهروب، يعني هي مش كمان حاله الهروب دي بتخليه بتعوض عنده تأنيب الضمير، لا دي بتزيد عنده احساس تأنيب الضمير. يعني انا لما اكون 24 ساعة طبعا في حالة انسحاب نفسي من المجتمع نتيجة لان انا ضميري بيأنبني، اكيد بعد اليوم ما هيعدي والمهام المطلوبة مني لم انجزها، فاكيد ده هيزود احساس تأنيب الضمير عندي، فده بيسبب ضغط مضاعف اللي للأسف بتراكمه، هو ده اللي بيؤدي للأفكار الانتحارية. فكل ده هو اللي بيدخلنا مراحل الاكتئاب المتأخرة، اللي هي بتأدي بقى لإيه؟ للتفكير في الانتحار والهروب من الحياة، لأن طبعا إيه الأفكار دي بيستدعيها بإن يعني أنت لا تستحق من إنك أنت تعيش، يعني بيتكلم نفسه أنا لا أستحق إن أنا أعيش، الحياة لا تستحق إنها تعيش. يعني انت ممكن تسأل نفسك بعض الأسئلة، تفكر كده عشان انت تعرف اذا كان انا بعاني منه ده مجرد حزن او اكتئاب. هل في حاجة انا مازلت بستمتع بيها ولا لا؟ في اشياء كنت بس يعني بتمتعني في الماضي انا لازلت استمتع بيها، ولا مفيش شيء دلوقتي بيمتعني نهائي؟ هل المشاعر دي اللي انا حاسس بيها الحزن ده، طبعا انا مش عارف اذا كان ده حزن ولا اكتئاب، طب هل المشاعر دي بتخص موقف معين حصل، ولا يعني انا مش عارف دي بصفة عامة انا حزين ومش قادر اعرف انا حزين من ايه، مش قادر احدد بالظبط الحزن ده سببه موقف او سببه شخص او سببه فكرة معينة طرقت على بالي هي اللي سببت لي الحزن، في افكار استدعيتها هي اللي سببت لي الحزن، انا زعلان بس انا مش قادر اعرف بالظبط انا ايه اللي مزعلني. طيب هل انت بتحافظ على روتين النوم والاكل
الطعام، ولا مش قادر تحافظ على الروتين اللي انت كنت ماشي عليه قبل كده. اذا كانت مشاعر حزن هتلاقي نفسك ان انت بتحافظ على شهيتك ورغبتك في النوم، وبتتناول طعامك في مواعيده عادي، بس شعر بشوية حزن. المشاعر بقى الاكتئاب دي بتخليك تفقد الشهية تماما وبتضطرب نومك تماما. ده من أهم العلامات المميزة في الاكتئاب. بالنسبة للأفكار اللي هي بتخص حادث معين أو موقف أو كده، مشاعر الاكتئاب المرضية بتلاقي المشاعر دي مستمرة فترة طويلة مش متقطعة، بعكس مشاعر الحزن. ممكن تلاقي لو مشاعر حزن انت هتربطها بموقف معين، انا فاكر الموقف ده هو ده اللي سبب في حزني، او انا افتكرت دلوقتي شخص معين هو ده انا زعلت بسبب الشخص ده. مشاعر المرضية بتخليك مش قادر تحدد بالظبط انت زعلان من ايه، او ايه الفكرة اللي ضايقتك. وبالنسبة لاستمتاعك بالاشياء برضو، مشاعر الحزن بتخليك في بعض الاشياء مستمتع بيها، ومشاعر الاكتئاب بتخليك انت حاسس انك فاقد الاستمتاع زي ما قلنا بأي شيء نهائي. بالنسبة لتأنيب الضمير، مشاعر الحزن انت ما بتشعرش ان انت ضميرك بيأنبك في شيء. بالنسبة لمشاعر الاكتئاب المرضية بتشعر بتأنيب ضمير، وبتشعر ان انت فاقد الاحساس بتقديرك لذاتك او بأهميتك. بيبقى فيه مش عايزين نقول رغبة في الانتحار، ده فيه افكار ان احنا لازم نقلق من مجرد الافكار الانتحارية دي، لازم ان هي تقلقنا في الاول، مش هنستنى للرغبة في الانتحار او الاقدام على الانتحار فعلا. برضو يبقى دي هيقودنا ان احنا هنفكر، هل انت بتفكر تأذي نفسك؟ مشاعر الحزن مش هيراودك اي افكار لأذية النفس. مشاعر المرضية انت بتفكر ان انت تأذي نفسك زي ما قلنا، وبنفكر ان احنا نتخلص من الحياة. طيب احنا هنلجأ المتخصص في مشاعر الحزن ولا هنلجأ في مشاعر الاكتئاب؟ ده هنتكلم عليه فيما بعد، لكن هنقول دلوقتي، هل الحزن له اضرار ولا الاكتئاب فقط اللي له اضرار؟ طب ايه هي اضرار الحزن؟ لو ليه اضرار، ايه اضرار الحزن؟ نعمل ايه لو احنا شعرين بالحزن اللي احنا قلنا انه هو حالة طبيعية لكن لسه ما وصلش لمرحلة الاكتئاب؟ طب اعرف منين ان انا حزين وده مجرد حزن هيمر؟ بيبقى فيه شوية اضطراب في الذاكرة، يعني انا حاسس ان انا مش مركز وحالتي المزاجية متغيرة. ممكن اكون ان انا مش قادر اركز، يعني بقرا حاجة مش قادر اركز فيها، محتاج ان انا اقرا الجملة كذا مرة عشان اركز. طيب هل انا دلوقتي مش مركز عشان عايز انام مثلا، جعان؟ لا، ده انا عشان حاسس ان حالتي المزاجية فيها شوية مش مظبوطة زي الاول. طيب انا ببقى عرضة هنا لمجموعة من الامراض الجسدية اذا شعرت بشوية حزن واهملته، سبت الحزن ده لفترة معينة مستمر، لسه ما وصلش لمرحلة اكتئاب، بس انا لو سبته هيستمر وهيصل لمرحلة اكتئاب واضطراب قلق واضطراب قلق عام. ليه؟ لان مشاعر الحزن بتعمل شوية اضطرابات في الهرمونات في الجسم. الهرمونات دي بتغير السلوكيات التفاعلية للأحداث ومع الأشخاص ومع ذاتي. طب بالتالي لما السلوكيات دي هتتغير برضو بتزود الهرمونات برضو في الجسم، فاحنا بندور في دايرة واحدة. طب الهرمونات لما تزيد في الجسم والسلوك يتغير وبالتالي المشاعر تتغير، هل الجسم هيفضل على حالته الطبيعية؟ ده كده لسه ما وصلناش لمرحلة الاكتئاب. بيوصل للجسم طبعا حالة من الأمراض النفس جسمانية. هنشوف مشاكل لا قدر الله ممكن تحصل بسبب الحزن المستمر في الدورة المناوية. يعني إيه؟ إجهاد شديد، في ضعف في المناعة،
في يا اما الضغط هيرتفع جدا يا اما الضغط هينخفض. الضغط الدم بيرتفع، بيرتفع ليه؟ هو بيرتفع عشان يعوض ضعف الدورة الدموية. ده طبعا بيؤدي لمضاعفات جسدية شديدة احنا عارفينها كلنا. ارتفاع ضغط الدم ممكن يعمل ايه؟ لا قدر الله، انا ممكن يسبب جلطات، وممكن يسبب اضطرابات في الشريان التاجي، ممكن يسبب اضطرابات اخرى في القلب، يعني لا قدر الله. في اضطرابات في النوم، حالة الحزن المستمرة ممكن تسبب طبعا اضطرابات نوم مشتركة بينها وبين الاكتئاب طبعا، بس بتبقى بنسبة اقل. زي ما قلنا اضطرابات النوم اللي احنا قلناها، يبقى ظهور كوابيس او قلة نوم او نوم متقطع او نوم كتير، ممكن يوصل لنوم كتير برضه. ممكن مشاكل الجهاز الهضمي زي ما قلنا عن صاحبة الاستشارة في أول التسجيل، اللي هي كان عندها القولون العصبي. لا ممكن يحصل اضطرابات طبعا تانية غير القولون العصبي، ممكن اضطرابات في المعدة، التهابات في المعدة طبعا. احنا مش بنتكلم على الاضطرابات اللي أسبابها جسدية تانية، يعني احنا بنتكلم على أساسها حزن واكتئاب. حالة نفسية للشخص بتأثر تأثير كبير جدا على الجهاز الهضمي والمشاكل المرتبطة بالشهية. في مشاكل شائعة جدا بتحدث بسبب مشاعر الحزن، بتبقى معقدة جدا وبتسبب ضغط نفسي شديد جدا، واحنا مش بنبقى عارفين انها بشوية حزن صغيرين ممكن يسبب كل ده. في بقى اللي هي للأسف دي، يعني انا مش بخوفكم بس احنا شفنا حالات من دي كتير جدا. ناس بتبقى للأسف اللي هي الموت الفجائة، احنا منبقاش عارفين أسبابها. سكتة قلبية، عارفين سكتة قلبية دي ايه؟ متلازمة القلب المكسور. أصل الإنسان لما بيجيله انكسار في القلب، ده ما بيجيش من يوم وليلة، ده مشاعر الحزن متراكمة في قلبه بقالها فترة طويلة جدا. حزن مزمن، اكتئاب مزمن، ده بيؤدي لإيه؟ متلازمة القلب المكسور. طب ده ممكن يبقى بسبب إيه؟ لو الإنسان فقد أحد الأشخاص المحبين ليه، وإحنا عايزين نقول لو قلنا جدول للأشخاص المحبين تأثيرهم إيه فقدهم على حياتنا، هنقول نمرة واحد الأبناء. الفقد للابن ربنا يعافينا جميعا بيبقى حزن في القلب بنسبة 100%. نمرة اتنين بيبقى الـ يعني حد أغلى عندك في مقام الأبناء، حد مقرب ليك، مش شرط يكون مقرب من العائلة، هيعمل 75%. وبعدين بنعمل بعد كده بنقول الأزواج، بعد كده بيبقى بنسبة 50%. طب متلازمة القلب المكسور دي، أو اللي إحنا بنقول عليها الجلطات الذبحة الصدرية عافاكم الله، دي بيبقى ألم في الصدر، في مشاكل بالدورة الدموية، بيبقى في اعتلال عضلي قلبي طبعا. ساعات الإنسان على فكرة بيروح لطبيب القلب يكشف عليه، وبعدين بعد ما يكشف عليه أنت عندك كام سنة، يقول له مثلا كذا، مثلا فوق الـ50 مثلا، يقول له لا يبقى كده طبيعي. هو بيبقى شايف بعض الاعتلال في العضلة القلبية، وبيبقى رجح ان ده طبيعي بالنسبة للسن ده. احيان تانية بيبقى في السن الكبير القلب زي قلب الشباب اللي هما في العشرينات. احنا مش عايزين نتكلم بقى في طبيعة الأطعمة وطبيعة الحياة والرياضة والكلام ده، لا احنا بنتكلم دلوقتي خصوصا على مشاعر الحزن. حافظ على قلبك من مشاعر الحزن، لأن دي أحد المسببات الرئيسية للاعتلال العضلي القلبي. بيبقى فيه نسبة خطورة زيادة لإصابة الشخص بالسكتات القلبية بنسبة 21 ضعف أي شخص تاني محافظ على قلبه من هذه المشاعر الحزينة. زيادة ضغط الدم وكثافته بتعرضك لإجهاد شديد، بتخليك تبتدي تقلق من متلازمة القلب المكسور. طب احنا دلوقتي هل في
وقاية إن إحنا نقدر نقي أنفسنا من مشاعر الحزن والاكتئاب. وده ليه إحنا مش هنسيبها أو هنهملها ونقول شوية حزن وهيروحوا ليه؟ لأن مشاعر الحزن والاكتئاب بصرف النظر عن إنهم لو كانوا مزمنين بيؤدوا في النهاية لا قدر الله للأفكار إذا النفس أو الغير، لأ دي لو ما أدتش لهذه الأفكار بتعمل حاجة اسمها اضطراب تبدد الشخصية. مشاعر وانفعالات متبلدة تماما لما تبقى بتشتكي بشكل متكرر وانت بتراقب نفسك من خلال جسمك، ان انت حاسس ان انت تقريبا مش حاسس بالناس اللي حواليك. ساعات بتفكر تقول وانا انا دلوقتي عايش في الحقيقة ولا انا دلوقتي ولا انا بحلم مثلا، الناس دول حواليا دلوقتي فعلا ولا الناس دول مش حواليا. على فكرة الافكار دي بتجيلنا ما بين وقت للاخر بس بتبقى طيف وبيعدي، لكن لما تبقى تنغص عليك بعض اوقات الفرح مثلا تلاقي نفسك وانا انا دلوقتي مستحق ان انا افرح، وانا عايش في حقيقة دلوقتي، الناس دول حواليا معايا فعلا دلوقتي. ده اضطراب اسمه اضطراب تبدد الشخصية، وده بيجي بسبب الحزن والاكتئاب المزمنين. بتشعر بالمشاعر دي بشكل طبيعي احيانا، لكن استمرارها وتأثيرها على قوة انتاجك في حياتك بتبقى شديدة جدا لو تعرضت لقدر الله لصدمة نفسية. دي المضاعفات هتبقى أشد. تأثير الاضطرابات دي بتوصل في حياة اللي بيعاني منها لأصدقائه اللي حواليه والمحيطين به، حتى زملائه في العمل بيلاحظوا هذا. بيبتدي الشخص ده يقلق قلق شديد، خصوصا لما اللي حواليه بيبتدوا يحسوا بان هو في اضطراب معين بدأ يظهر عليه. بيبتدي يقلق ان هو لا قدر الله هيصاب بحاجة عقلية. يعني على فكرة كل ده بسبب الحزن والاكتئاب، لكن احنا مش عايزين نقلق. احنا كلنا بنمر علينا مشاعر حزن ومشاعر اكتئاب، لكن اضطراب الشخصية ده قد لا يصيب الا القليل. يعني طب اعرضه ايه؟ بنحاول ان احنا نفتكر بعض الذكريات القديمه لينا، احنا بنقدر بنبقى مش قادرين نفتكر الذكريات دي بتفاصيلها قوي. لو في موقف معين بيتطلب مننا مثلا احاسيس عاطفيه معينه احنا ما بنقدرش ان احنا نأديها نحو الاخرين، واجبات معينه المفروض احنا نشارك الاخرين مثلا من ناحية مثلا نشاركهم في أحزانهم أو أفراحهم أو بنحس إن إحنا فاقدين الإحساس إن إحنا نشاركهم هذه المشاعر، بنحس إن إحنا زي الآلة فاقدين السيطرة على الجسد وبنتصرف زي ما نكون مكنة اللي بنبات فيه بنصحى فيه، حاسين إن إحنا في غربة مستمرة أو يعني احنا حاسين ان احنا كأننا في حلم، يعني قاعدين بنأدي حلم احنا حاسين بيه. ودي الحالة دي اسمها اضطراب نفسي. مفيش اتصال، بنشعر ان احنا فاقدين الاتصال بين ذاتنا وبين المشاعر وبين الجسد، كل واحد في ناحية. ممكن الواحد يعني في تقال لي مرة انا حاسس ان انا زي ما اكون طاير في الهواء بعيدة عن الناس اللي ماشية، يعني أنا في ناحية طاير كده وهم في ناحية تانية. يعني في حالات متقدمة يعني ممكن نقول إيه ده، أنا حاسس إن أنا رجلي ورمة، إيدي ورمة، أنا حاسس إن أنا وأنا ماشي مثلا رجلي ماشية قدامي، يعني دي مراحل متقدمة شوية.
في بقى كمان الإحساس بفقدان الزمن، أو أنا دلوقتي، وأنا دلوقتي زمان ولا أنا دلوقتي، أنا مش هو النهاردة إيه، لا النهاردة إيه دي كلنا طبعا بنقولها، لكن أنا ببقى عارف النهاردة إيه، لكن أنا حاسس إن أنا زمان مش دلوقتي. نوبات اضطراب تبدد الشخصية دي ممكن تبقى مثلا تيجي ساعات لمدة ساعات، ممكن تقعد أيام، ممكن تقعد أسابيع، ممكن تقعد شهور، ممكن تتحول لمشاعر انفصال عن الواقع في مراحل متقدمة بعد كده يعني، عافاكم الله. ده إذا طبعا حصل إهمال في الاهتمام بالحالة بتتفاقم، وممكن جدا بيتحسن بسرعة بشكل دوري لو تم إدراكه بسرعة إن هو عنده شوية حزن يعني في الأول. طيب الاضطرابات دي قلنا يعني أسبابها برضو ممكن تبقى الصدمات اللي بتحصل للإنسان في مراحل الطفولة، أو مثلا أحداث معينة سببت صدمات أو انفعالات شديدة جدا. ممكن الانفعالات الشديدة على فكرة، يعني صدمة فيها انفعال شديد ممكن تخلي الإنسان يفقد إحساسه بالزمن، يعني أنا فين دلوقتي؟ أنا في كابوس ولا أنا في الحقيقة؟ طب الحالة دي مثلا لو إنسان شعر بيها لمدة ساعات وبتروح، أوكي مفيش مشكلة، بس لو اتكررت تاني لمدة ساعات وبتروح واتكررت واتكررت، طب ما هي الصدمات دي والأحداث دي واللي حصل حتى في مراحل الطفولة، طالما إحنا مازال يؤثر علينا حتى الآن، يبقى إذن القلب مازال فيه حزن. الحزن لابد الحزن ده إن أنا أحرره من القلب، المشاعر دي لابد إن هي يتم تحريرها تماما من القلب، للصحة، لصحته النفسية والصحة الجسدية زي ما قلنا. طيب إمتى اقلق وامتى اقول انا محتاج ان انا معالج نفسي ومش هينفع ان انا اكمل بارادتي انا لوحدي؟ لو في استمرار زي ما قلنا في النوبات دي، لو شعرنا ان ده بيأثر على الشغل، بيأثر على المحيطين حوالينا، المحيطين حوالينا ابتدوا يلاحظوا ان في شيء غير طبيعي في السلوك، لو في وسط الأنشطة اليومية مثلا، المهام اليومية اللي أنا بعملها، في نوبات ابتدت تتكرر، يعني بتتعارض مع إنجازي لهذه المهام، هلاقي أنا هحس إن أنا أوريدي دلوقتي مشاعري بدأت، حياتي ابتدت تتدمر، بدأت أنعزل مثلا عن الآخرين، بدأ انسحابي ده وهروبي من المجتمع بدأ يستمر لفترات طويلة، مهام إنجازي عملي ابتدى إن هو يتعطل، لازم هنا أفكر في زيارة المعالج النفسي يعني. طيب هل ممكن مشاعر الحزن ومشاعر الاكتئاب دي أنا أتعاون فيها مع إرادتي على أساس إنها محاولة قبل ما ألجأ للدكتور؟ ممكن نتكلم عليها إن شاء الله في التسجيل القادم، ونشوف إزاي ممكن أفكارنا ممكن تعالج الحزن والاكتئاب، وإزاي ممكن الإرادة تعالج الحزن والاكتئاب، لعل أفكارنا ممكن تؤهلنا إن إحنا بإذن الله في يوم من الأيام لا نحتاج إلى دواء أو إلى متخصص يقوي إرادتنا يعني. شكرا لاستماع حضراتكم، وإلى التسجيل القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.